اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع اسم من أسماء الجلال، وهو اسم الله القدير، القدير سبحانه وتعالى. ورد اسمه سبحانه وتعالى القادر في القرآن 12 مرة، سبعا منها بصيغة المفرد كما يقول، كما في قوله تبارك وتعالى: قل هو القادر سبحانه وتعالى. أما اسم الله القدير فقد ورد في القرآن 45 مرة، ومنه المقتدر. القدير مأخوذة من القدرة، القادر جه 12 مرة، والقدير ورد أكثر منه 45 مرة. والشاهد من هذا الكلام أيها الأحبة أن هناك قاعدة في اللغة العربية، وهي أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فدليل أو الدلالة على ورود اسم الله القدير أكثر من القادر على القدرة المطلقة، أو إثبات القدرة المطلقة لله تبارك وتعالى، إثبات القدرة المطلقة لله تبارك وتعالى. فالمعنى الأول من اسم الله القدير مأخوذ من القدرة كما قال أهل العلم، والمقتدر مبالغة في الوصف بالقدرة، مبالغة في الوصف بالقدرة. كذلك أيضا هو مأخوذ من التقدير، وهو تقدير الله تبارك وتعالى لكل الأمور، فهو المقدر لكل الأمور، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء بقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إن العبد لا بد له أن ينظر في خلق الله تبارك وتعالى حتى يتدبر. هناك عبادة تسمى عبادة التفكر، أن تنظر في نفسك، أن تنظر في أعضائك، فهذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. جسد الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وإذا نظرت في الكون حولك وفي كل شيء ترى يدل دلالة قاطعة على أن الله سبحانه وتعالى قادر قدير مقتدر سبحانه وتعالى. فمن معالم قدرة الله تبارك وتعالى أولا بدء الخلق، بدء الخلق. قال سبحانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. وفي قوله كنفس واحدة حذف، تقديره إلا كخلق وبعث نفس واحدة. الخلق، لأن هناك أناسا يدعون أنهم إذا ماتوا لن يبعثهم الله تبارك وتعالى. الإعادة أهون على الله تبارك وتعالى من بدء الخلق، إلا كخلق نفس واحدة. الخلق كلهم كنفس واحدة. وقد برهن على ذلك الإمام علي رضي الله عنه: كيف يحاسب الناس، أو كيف يحاسب الله الناس جميعا في وقت واحد؟ قال رضي الله عنه: كما يرزقهم جميعا في وقت واحد. إن الله سميع بصير إشارة إلى إحاطة علم الله تعالى بكل الأسباب والتفاصيل. فمن شأن القدير أن يتصرف في المعلومات كيف يشاء، لأن العجز وعدم القدرة في كثير من الأحيان إنما يكون من غياب المعلومة، وحاشاه أن يكون كذلك سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، لو أن العبد تدبر في أصغر مخلوقات الله تبارك وتعالى وجدها أعظم دلالة تدل على قدرة القدير سبحانه وتعالى. أصغر مخلوقات الله، البعوضة مثلا، تدبر فيها وانظر ما قال أهل العلم فيها وما قال الإعجاز العلمي في هذه البعوضة، ستدهش في مخلوقات الله تبارك وتعالى. كذلك الدلالة على القدير أو قدرة القدير سبحانه وتعالى هو إعادة الخلق، بدء الخلق كما قلت، وإعادة الخلق، لأن إعادة الخلق أهون من ابتداء إنشائه، لأن الخلق ينقلون في الابتداء من مراحل النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم يولدون،
والقدير تستوي عنده النشأتان، فلا فارق في قدرته بين الصعب والسهل، ولا يحتاج إلى معاونة شريك ولا الاستعانة بحكيم سبحانه وتعالى. ومن دلائل قدرته سبحانه وتعالى عدم تشابه الخلق. تخيل كده، مليارات البشر التي خلقها الله تبارك وتعالى من لدن آدم إلى آخر واحد، ولا يوجد تشابه بينهم، ولا يوجد تشابه بينهم. حتى وإن كان تشابه فلا بد من فارق، لا بد من فارق، لا بد من فارق في البصمات، لا بد من فارق في، لا بد من فارق في كل شيء. أيها الأحبة، من عجيب قدرة، كما يقول ابن حزم في لفتة رائعة عن قدرة الله تبارك وتعالى، يقول ابن حزم رحمه الله: من عجيب قدرة الله تعالى كثرة الخلق، ثم لا ترى أحدا يشبه آخر شبها لا يكون بينهما فيه فرق. لا بد من فرق، حتى لو اثنين توأم كما تعلمون، فتجد فرقا، تجد فرقا في البصمة، تجد فرقا في كذا، تجد فرقا في كذا، لأن الخالق سبحانه وتعالى هو القدير. تأمل هذا جيدا لتتعرف على قدرة القدير. فمنذ آلاف السنين وعبر عشرات المليارات من البشر، وهل والكلام لابن حزم رضي الله عنه، الذين خلقهم الله والذين سوف يخلقهم، فإن من المحال أن تجد اثنين من الخلق متشابهين في الخلقة تماما، وهذا قمة الإعجاز الذي لا ينتبه له أكثر الناس. فمن مثل القدير سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن دلالة قدرة القدير سبحانه وتعالى تقليب القلوب، لأن القلوب كما تعلمون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمهما بلغت قدرة المخلوق وسطوته وقهره، فلا يقوى بشر على تغيير ما في قلب البشر قسرا. فلو امتلأ قلبك بمحبة أحد، فلا يستطيع كائن أن يقلب محبتك كرها إلا أن يشاء الله. ولو كرهت أحدا، فلن تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تسيطر على قلبك وترغمه على محبته، ولا تتحول هذه الكراهية إلى محبة بضغطة زر إلا بقدرة الله، أو إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا نأخذ أمثلة على ذلك. فضالة بن عمير المشرك الذي امتلأ قلبه حقدا وبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى عزم على قتله عام الفتح. فلما دنا منه وهو يطوف بالبيت، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره فسكن قلبه، أو إن شئت قل ثار على ماضيه وانقلب. فكان فضالة بعدها يحدث عن هذه اللحظة الفارقة قائلا: والله ما رفع يده عن صدره، أو ما رفع يده عن صدري، حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. من الذي حول هذا الكره إلى هذا الحب؟ إنه القدير سبحانه وتعالى. وسمامة بن أوسال الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في المسجد ودخل عليه 3 أيام، دخل عليه 3 أيام، فقال له: ما شأنك يا ثمامة؟ قال له: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا ذم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب تطلب من ذي مال، فاختر لنفسك. يعني هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة إلى أن أطلق سراحه، والرجل أخذ يحدث نفسه: كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك معي؟ فغير الله قلبه وهداه إلى الإسلام. فيقول رضي الله عنه بعدما من الله عليه بالإسلام ورجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. من الذي قلب هذا القلب وهداه إلى الدين، وهداه إلى الإسلام، وهداه إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم،
كذلك أيضا هند بنت عتبة، وقد جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أحب أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فما السر؟ إنه القدير مقلب القلوب سبحانه وتعالى. ولذلك أقول لك ولنفسي: لا تيأسن من دعوة الناس أبدا ودلالتهم على الخير، فسبحان مقلب القلوب. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا يعني إن أعجزك شيء فتوكل على القدير، إلجأ إليه، هو الذي يغير وهو الذي يحول. لا أقول لك بضغطة زر، وإنما بكلمة كن، فيحول من الحب أو من الكره إلى البغض، ومن الضلال إلى الهدى سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعرفنا وإياكم به، نكتفي بهذا القدر.